ما معنى أن النساء شقائق الرجال؟ معنى كون النساء شقائق الرجال أن المرأة شقيقة الرجل، بمعنى أنها جزء منه، لأن المرأة بنت لأبيها فهي بضعة منه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فاطمة محمد رضي الله عنها: فاطمة بضعة مني. وله معنى آخر شقائق الرجال، أي مساويات الرجال فيما فرض الله عز وجل على الرجال والنساء مما لا تختص المرأة أو لا يختص الرجل.